يعني دكتور محمود شاهين معانا على التليفون، مدير عام طبعا مركز التنبؤات والتحاليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وأنا مش عارفة هل هي صدفة بقى ولا احنا اللي حظنا حلو. دكتور محمود صباح الفل طبعا في البداية، ومباراة مهمة جدا بكرة، وكل مرة حضرتك بتكون معانا بيبقى في مباراة مهمة تاني يوم تقريبا. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. أهلا بيك. طبعا صباح الفل. بس وشك بيبقى حلو في النتيجة، يعني ما أقدرش أنكر ده برضه. دكتور محمود، سمعنا الفترة اللي فاتت أو اليومين تحديدا اللي فاتوا كلام إن في ارتفاع ملحوظ في العالم كله في درجات الحرارة، هل لسه ما زال مستمر معانا ولا هيكون في يعني انخفاض إلى حد ما أو اعتدال في درجات الحرارة؟ تفضل يا دكتور. لا، هو حضرتك بالفعل هو لسه الخرائط تشير إلى موجة شديدة الحرارة بالفعل على عديد دول العالم بما فيهم طبعا جمهورية الشعبية العربية. بالنسبه لمصر بتتاثر بالفعل بامتداد منخفض الهند الموسمي بشكل واضح وملحوظ، هيتسبب في ارتفاع درجه حراره ونسب الرطوبه، وده عاده ما بنشوفه في شهر 7 وشهر 8 اللي هم عز الصيف لجمهوريه مصر العربيه اللي بتسجل فيه درجات حراره مرتفعه ونسب رطوبه ايضا مرتفعه بشكل كبير. فطبعا هذه الاجواء هتستمر معانا على الاقل لغايه منتصف الاسبوع اللي جاي. هنلاقي درجة الحرارة بتزيد شوية عن اللي كانت بتسجله قبل كده، كان قبل كده القاهرة 33 و34، هنلاقي القاهرة خلال الأيام اللي جاية ما بين 37 و38 درجة، دي اللي بتقاس في الترمومتر. لكن طبعا مع شعورنا وإحساسنا بنسب الرطوبة هتخلينا نشعر كمان لو كانت درجة الحرارة توصل 39 درجة عظمى. أيضا نسب الرطوبة بالليل بتكون مرتفعة بشكل كبير، فناخد بالنا طبعا ما نقعدش في أماكن مقفولة أو سيئة التهوية بالليل، لان احنا عارفين الرطوبه العظمى بتتسجل بالليل مش عكس درجه الحراره، يعني درجه الحراره العظمى بتتسجل الظهر والصغرى بتاعت الرطوبه بتتسجل الظهر. يعني الرطوبه مش الحمد لله بنعمه ربنا علينا انها بتكون عكس العظمى في درجه الحراره، والا كان الموضوع بقى صعب قوي علينا. والله يا فندم، هو في دول عربيه مثلا لو انا مش غلطان كان في الكويت في احد المواطنين كان بيصور فيديو ومعاه جهاز لقياس درجه حراره الجو، فكان بيقيس درجه الحراره جوه البيت وبراه، جوه البيت كانت حاجه و50، بره طلع في الشارع لمده ثواني ما استحملش يطول اكتر من كده 71 درجه. هو درجه الحراره في الجزيره العربيه بتصل فعلا لدرجات حراره قياسيه، ففعلا درجة الحرارة في الكويت والعراق وبعض الدول العربية بالفعل بتكون درجات الحرارة عالية جدا بتتجاوز 50 وتصل إلى 60 درجة أحيانا، لكن 70 تبقى صعبة شوية. أنا استغربت جدا، أنا استغربت جدا، ما هو 60 من 70 ما رحناش بعيد، هم يعني دي حالة غليان طبعا. جدا جدا صعبة، ارتفاعات شديدة فعلا في درجات الحرارة في هذه الدول، وطبعا خصوصا في فصل الصيف بنلاقي درجات قياسية في هذه المناطق. لكن الحمد لله مصر الحمد لله إلى حد كبير بعيدة عن هذا التأثر، رغم إن نفس الكتلة الهوائية منخفض الهند، لكن امتداده لما بيدخل على مصر بمروره على البحر المتوسط والبحر الأحمر يفقد الكثير من درجة حرارته، لكن في المقابل بترتفع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ طبعا. والله احنا مكاننا هناك في الصور اللي شايفينها دي، مش عارفه ايه اللي مقعدنا هنا. اشكرك جدا انا وكريم اكيد دكتور محمود على هذه المداخله والتغطيه، وان شاء الله زي ما احنا متعودين من حضرتك بكره يعني يكون يعني الفوز، وفوز بلعب حلو كمان للنادي الاهلي كالعاده.